أمام أقدم بناء حجري في العالم بمنطقة سقارة واللي بيبلغ من العمر 5000 سنة، تم الإعلان عن اكتشافات فرعونية ضخمة بترجع للأسرة 26. الاكتشافات عبارة عن توابيت وقطع أثرية في حالة جيدة جداً. التوابيت اللي وجدت لمجموعة من الكهنة وكبار الموظفين بترجع لسنة 600 قبل الميلاد. الكشف الأثري لغاية دلوقتي 59 تابوت خرجوا بره الثلاثة آبار، والكشف لم ينتهي بعد، لسه في مجموعة. يمكن آخر فيلم جالي أول امبارح الأربع بالليل، في عدد كبير جدا من التوابيت لسه موجودين تحت، فطبعا هو كشف كبير. مجموعة من التوابيت كلها من العصر المتأخر لمجموعة من الكهنة وكبار الموظفين اللي كانوا موجودين في منف. البعثة المصرية اللي اكتشفت خبيئة مقابر المومياوات اشتغلت في ظروف صعبة، فمن 1 أغسطس 2020 للنهاردة عمل كتير من خبراء الآثار والمرممين والعمال، وحفروا حوالي 13 متر تحت الأرض في 3 أبيار، الأبيار اللي كان فيها التوابيت. الاكتشاف حضروا عدد من سفراء دول صديقة لمصر لدعمها، وتأكيد أن الاكتشاف بيبين تفرد مصر في تنوعها بين السياحة الأثرية والثقافية والترفيهية. بدينا فكرة مهمة جدا عن التحنيط في العصر ده، بدينا فكرة عن الديانة اللي حصلت في هذا الوقت. وبقول دايما ان اثار مصر لم نعثر حتى الان غير على 30% من اثارنا، وما زال هناك 70% في باطن الارض. شعور لن ينسى، بعثة مصرية بايادي مصرية خالصة. الحمد لله كان لي الشرف ان انا بقى رئيس هذه البعثة المصرية. في اول وهله لما بدانا في اقل من شهرين نرفع رديم، واخدين بالنا اقل من شهرين، يعني بنتكلم على شهر 8 على درجه الحراره هنا 50، ومع ذلك لم نتوقف. اترفع الرديم، ظهر البير فيه توابيت. البير ده مش عمقه قليل، بنتكلم على 11 متر تقريبا، ومكان مقفول ومكان مكتوم، ومجموعه توابيت فوق بعضها البعض. نلاقي 13 تابوت، نخش تاني باتجاه الغرب شوية نلاقي بير تاني، ننزل بعمق 12 متر نلاقي 14 تابوت آخر، ندخل على بير آخر نلاقي مجموعة توابيت أخرى. بلغ العدد حتى الآن، بنتكلم على 59 تابوت حتى الآن. من 2600 سنة وضع أجدادنا الفراعنة كنوز في منطقة سقارة، بالتزامن مع الوقت اللي بيتم فيه إنشاء المتحف المصري الكبير. عشان يكون من نصيب المتحف إنه يتزين بهذه الكنوز اللي وضعها أجدادنا الفراعنة، ويستمر انبهار العالم بكنوز الفرعونية الثمينة. أبانوب ويليام، مساء الخير، ميسات. التاريخ والأرض والحاضر بيتكلموا عن عظمة المصريين، ده مش جديد أبدا، لكن بالرغم من كده قوى الشر بتحارب هذه البلد بشكل قوي جدا، وفي ضربة جديدة